اتفاق السلم والشراكة التي باركت والذي باركته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ووقعت عليه كل الأطراف اليمنية بات في خبر كان، وذلك في حديث لولد الشيخ في الإخبارية السعودية. على ما يبدو أن زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء ومن ثم استقبال رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي له في القصر الجمهوري قد أثار غضب النظام السعودي وكل تحالف العدوان، حتى خرج الإعلام السعودي بتصريحات لولد الشيخ تؤكد تعرض الرجل لموجة من الضغوطات الكبيرة فقط لأنه التقى رئيس اللجنة الثورية العليا في قاعة القصر الجمهوري. نكرر ان الامم المتحده لا تعترف الا بشرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهذا واضح كمجتمع الدولي، قرار مجلس الامن بهذا الصدد واضح. ان مجرد اللقاء لا يطعن او يؤثر في حياديه المبعوث الاممي بحجم تاثير انحيازه الواضح للعدوان السعودي، وما حديثه عن ما اسماه ركائز اي اتفاق قادم الا دليلا على ذلك. نحن ما زلنا نركز ان اي حل سيكون تحت القرار 2015، وهناك ثلاث ركائز لدينا: المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، الحوار الوطني ومخرجاته، وقرارات مجلس الأمن بما فيهم القرار 2015، ومازلنا متمسكين بهذه الطريقة وهذه الرؤية. نلاحظ هنا أن المبعوث الأممي تغافل أو تناسى اتفاق السلم والشراكة الذي انقلبت عليه أدوات السعودية ضمن مقدمات العدوان. قاعت الرئاسة اليمنية والقوى السياسية بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر اتفاقا معهم لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وقد سمي باتفاق السلم والشراكة الوطنية، ويشمل الاتفاق على بنود مختلفة من بينها تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، على أن يتم تعيين رئيس وزراء خلال 3 أيام ويكون شخصية محايدة غير حزبية. بل إن المصيبة الأكبر أن ولد الشيخ نفسه لم يطلع بعد على اتفاق السلم والشراكة والأطراف الموقعة عليه وما حدث بعده من إرهاصات، حتى أن مجلس الأمن اعترف بالاتفاق وباركه، والأمر ذاته حدث مع السعودية والاتحاد الأوروبي، ولا غرابة في عدم اجتهاد ولد الشيخ لمعرفة الاتفاق ما دام هذا الاتفاق لم تعد ترضى عنه المملكة. لكن دعونا نتساءل عن جدوى حديث المبعوث الأممي ومعه المرتزقة حول الحلول السياسية والشراكة الوطنية في ظل عدم الاعتراف بالاتفاق الوحيد الذي ضمن شراكة كل الأطراف في السلطة. ثم ألا يعلم ولد الشيخ أن السلم والشراكة وقع في صنعاء وبحضور المبعوث السابق بن عمر ووقعته كل الأطراف على رأسها أنصار الله؟ يجري الأخ رئيس الجمهورية مشاورات شاملة وشفافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فور توقيع هذا الاتفاق، وتهدف هذه المشاورات إلى تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتكلف الحكومة الحالية بتصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وتعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أن تضمن مشاركة واسعة للمكونات السياسية. وماذا عن خطوات بناء الثقة في ظل سوء النية المبيت من قبل العدوان ومرتزقته وهم يشعرون بحساسية مفرطة أزاء كل تحركات ولد الشيخ، وهم في نفس الوقت يتجهون نحو إفشال كل الجهود كما أفشلوا في السابق تنفيذ اتفاق السلم والشراكة؟